انت بتعمل بيبي يا اسطى؟ والله شكلك بتعمل بيبي يا راجل. العريس مصمم يعني احنا يا انت لازم تاكلنا يعني. لا والله مش عارف اقول لك ايه، والله مش عارف اقول لك ايه. ما خدناش حقنا تالت ومتلت، رايحين ناكل. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. معلش والله انا عارف ان محدش زغرط لك وانت زعلانه، بس معلش حقك عليا. لا لا معلش معلش. لا مش هين عليك يا لا تزغرط لها يا لا. قالوا له اه منك يا حقن. عايز يعمل حقن يا بنت يا ايوه انا عارفه. عمرك ما تعرف تعمل فتنه من الاخوات ابدا. بس اقول لك على حاجه يا صاحه، اي حد ده صراحه ربنا ليلتك كانت زي القمر ما شاء الله. يا رب كده ان شاء الله نعمل لك كده ان شاء الله اجمد منها يوم ربنا يرضى. طب ما في زغروت يا سحر يا ابني، ده احنا هناكل فراخ وكفته ولحمه. لا مش عايزه فراخ وكفته بجد يا لالا. اليوم كان حلو كده. والله بجد عشان انتوا وشكم حلو وانتوا صافيه فاليوم ده حلو، وجمهورنا كله بيحبنا ودعانا في الكومنتات. أيوة. ان ربنا يتم لكم على خير. الناس كلها بتحب سحر والله. يلا عشان اللي معانا ورا وجعان. يلا بقول لك ايه، ما تخلصيهاش. لا مسكره قوي. يلا تعالى رايحين على الاوتيل بعد العشاء، وانت النهارده عريس. ماشي يا عريس. ايه يا بيه؟ ايه يا باشا؟ ايه يا بريس؟ احنا لازم ناكل بره في راحه. بص انا معاكم ان شاء الله لو عايزين تاكلوا في المدينه. وبعدين يا نهال انت لازم تعلم مراتك تزغرط، شكلنا كان وحش قوي. مفيش حد بيزغرط. بس الحمد لله اليوم كان حلو وعدى صح. لا اليوم كان جميل منورين. والفيس اللي انا عملته لمحمود المقلب ده كان جامد صح. جامد ضحك كل اللي موجودين. بس اليوم كان جميل. اليوم كان جميل الحمد لله. ليلتها ما شاء الله كانت. انا حسيت ان هو كان بيتجوز بجد الصراحه. ما هو كان لعب عيال. مش لعب عيال يعني، بس كان بيتجوز بجد. يلا يلا. وسع 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 وسع. مين اللي جاي؟ استنى دوره جاي. اهلا بالعايش هو العايش وحي. مين اللي جاي؟ استنى دوره جاي. اهلا بالعايش سيبوه انا عايزه حي. شوف انت رحت فين وانا رحت فين. شوف انت وانا قدين. شوف انت مصروفين وانا اصلين. ده اللي انت رحت فيه انا متعود عليه. ايه تاني يا معلم محمد؟ شوفي العروسة عايزة ايه يا محمد؟ يا عروسة جبنة بربون. بحب السمكة دي. جبناها دي خلاص. تجيب بورينج عادي. بص 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 يا معلم، انت بتحب السمك موسى ده؟ لا لا يا عروسة عايزة. لا حرام عليك. عايزة جمبري؟ انا عايزة من اني بتحب دي؟ لا احنا نجيب المقشر ده على طول يا صاحبي. هنشرب دي عشان نعمل كده وناكل. لا لا صح. يجيب من ده يجيب من ده. هاتي احنا التلاتة هنقشر هناك. انت عايزة من ابو قشره؟ بص السمكية الله اكبر عاملة ازاي؟ جمال يا ابني جمال. طب هيزفرك هيزفرك. لا ده ماليش فيه. منور يا عريس. منور الدنيا كلها. عمرك بص عريس بياكل بره؟ العروسة بتنقي الجمبري بنفسها. لا وجمبري جامد كبير. كفايه يا سحر الكيلو من ده ب 1000 جنيه يا سحر. اسكت يا حبيبي. كفايه يا سحر. اسكت يا حبيبي. كفايه يا سحر. عايزه تغذينا. خديهم كلهم. لا انت عملتي ايه صحيح؟ ما انت خدتيهم كلهم اصلا. لا بحبش اللي دي. هتجرب معايا البطاريك اللي هناك دي؟ ايوه طبعا دي جامده جدا. جامده جدا. جامده جدا. خد بالك فستك مش معايا ومفيش اي حاجه معايا. يلا نخلع يا حاج. اوكي.
محمره. ايه رايك في اختياري؟ جامد طول عمرك. جامد انا صح؟ ايه رايك؟ سفره جامده جدا صح؟ والله تستاهل دي بقك يا ايوه يا سلام على الجمبريايه. حلو يا اكرم؟ عايز اديله ترشيح من المدرسه السنه الجايه ان شاء الله. صح؟ والله نفسي اقول له ايه؟ ادعوا له يعمل بيت ابوه. مفيش نفس كلنا. احنا النفس بتاعنا راح. مبدئيا اختيار المطعم حلو. تدعي اي خدمه. اختيار المطعم كويس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايش 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 ايش. ما انا هاكل دلوقتي بس لسه السفره ما جهزتش. الاكل ما نزلش ده كل ده سلطات وجمبري وما اعرفش ايه. اهم حاجه الرز. لسه الباقي ما نزلش يا باشا. قشطه عليك ابو علي. الواد حسن ده استاذ ويسكت. يسا لما نيجي نقول احنا عايزين ناكل سمك هنسيب نهال تختار لنا المكان عشان هي اكلت سمك. تيجي ندبسها؟ ندبسها احنا عايزين بقى اكل سمك من ايديها هي مش تختار لنا مكان. تاني؟ تاني؟ ايه؟ ايه نهال؟ وهي جاهزه. عينيا يعني. جاهزه؟ عينيا. هتتدبسي كده خلي بالك. احنا عندنا كام صحن ومحفوظ يعني. على فكره الاستاذه دي بتتحداك. هتعمل اكل سمك ده. ايه التاريخ؟ ده البطروخ اه. هي دي انا اول مره اجربها. يلا بينا نسوي الله ويلا. ارفع على طول. طبعا يا جمهوريه احنا كده اتبسطنا الحمد لله وسحر اتبسطت. واهم حاجه ان سحر اتبسطت. انا بقى محضرلها في حاجه كده بسيطه وشكرا لاداره الفندق ان هي ساعدتني في الحاجه ديت. تعالي بقى كده شوفي. الله ايه الجمال ده. طبعا حاجه بسيطه كده يا جماعه. هم بيفكرونا احنا عرسان بجد ولا ايه؟ امال احنا مش عرسان بجد يا امه. امال احنا مش عرسان؟ لا والله جميل. طبعا حاجه بسيطه كده واحب اقول لسحر ربنا يخليك ليا يا رب وما تحرمش منك ابدا وربنا يديني طول العمر وافضل اسعدك دايما يا رب. يلا استنونا بقى بكره الصبح نعمل بقى ايه يوم كامل يوم كامل مع العيله عشان بجد احنا فاصلين جامد جدا جدا. تصبح على كده يا جمهورية. واللي عايز يقول لي سحر الف مبروك يحط لها لايك في الفيديو ويقول لها الف مبروك. وايه رايكم في السرير بتاع العرسان؟ يلا تصبح على خير. يا صباح الجمال على حبايبنا الجمال. واحنا رجعنا بيتنا تاني الحمد لله. بس عندنا المهمه المنتظره اللي كلكم منتظرينها والولاد منتظرينها وسحر منتظراها. طبعا سحر واقفه كده بعيد مش عايزه تيجي تنورنا. انا والله قريبه انت اللي بعيد. طيب. انا اهو. والاستاذه ايتن زي ما انتم شايفين شايله الهاند باج بتاعتها. اتشايله ايه؟ شايله ايه يا موزه؟ احنا دلوقتي طبعا عشان عندنا مناسبه حلوه قوي عند سحر فاحنا لازم نروح هنحضر المناسبه ديت. وهي طبعا كنا نزلنا لكم كاتب كتاب شيماء قبل كده فاحنا رايحين العزال بتاعها لان وقت الدخله وقت الحنه هنكون في مكان ما مش هنعرف نحضر. هتعرفوا الكلام ده بعدين. ايه ده؟ وانت مش موجود؟ اصبري هقول لك. طبعا كده انت وقعت. لا انت كده وقعت بلسانك. طيب دلوقتي يا جماعه سحر عايزه تعرف وانا مش هعرفها فانا هاخدكم على جنب دلوقتي واقول لكم كل حاجه عشان تبقى مفاجاه. والله انا جاي وراكم اهو. تبقى مفاجاه ومحدش يعرفها غير في وقتها علشان ايه الاهم من الشغل ظبط الشغل. فاحنا دلوقتي المفروض محدش يجي ورايا عشان اغشش الناس ومحدش يكتب لها في التعليقات ان انا رايح فين ولا انا اقول لكم على حاجه انا ممكن ما اقولكوش انتوا كمان. هديكم لبسه صغيره عن الموضوع. بصوا يا جماعه انا بحضر لرحلتين رحله بره ورحله جوه. بس هتبقى اللي جوه الاول على اللي ما بره على اللي بره ما تجهز ماشي. فتوقعوا في التعليقات هنروح فين جوه وهنروح فين بره. يلا جاهزين؟ لا استنى بقى انا مش هقول. انت كده بتقول حاجات غريبه. انا مش هقول انا كده خلصت اللي عندي والناس هي هتتوقع في التعليقات وهتعرف احنا رايحين فين لما اخلص المهمه بتاعتي. نتكل على الله كده نروح الفرح بتاعنا. امسكي يا ناس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جوه جوه. استنى مش هشغل لكم التكييف عشان خاطر العربيه. يلا يا استاذه مين اللي هيقعد ورا؟ اقرب واعرف مين اللي هيقعد ورا. هتقعد ورا الشنطه كومبليه. يعني ايه كومبليه؟ بص الشنطه. امال هتقعدوهم ازاي؟ بص الشنطه. لو مش انت واخده الصب معاكي ليه؟ هم ما عندهمش صب. طب هيقعدوا ازاي؟ لا هنقعد. طب اتصرفي بقى. شوفها شوفها هتعملوا ايه بقى. بس كده لا. يلا لا تعالي بس استنى يا بابا هنمشي. يا عيني على اللي هيقعدوا. هو مكان ده ايش دعوه. جاهز يا بيه؟ يلا. وقبل اي حاجه اعملوا يا سحر انزل حط اللايك وما تحطوش لا استنى ده انا هيحطوا اللايك ازاي وانت لسه ما قلتليش انت هتعمل ايه. ما انا قلت لهم
وانت سمعتني وانا بقول والله العظيم ما سمعت. هنعمل رحلتين، رحله بره ورحله جوه. الرحله اللي جوه هتبقى قبل الرحله اللي بره، والرحله اللي جوه يتوقعوها والرحله اللي بره يتوقعوها، واللي هيتوقع صح هاخده معايا في الرحلتين. يعني انت رايح رحلتين في نفس الوقت؟ في نفس الوقت. يلا اركبه بقى ونشوف هنعمل ايه. جاهزه؟ جاهزه. هو كده بالصلاه على النبي، انتوا ما صدقتوا ان العربيه وقفت شويه فبتلعبوا بتتجولوا في الصحراء. حد باصص لي في السفرية دي فعلا. صح. اكيد انت بصلي فيها. انا هبص لك عشان ما قلتلكيش على خباياها. ما انا معاك فيها. طبعا يا جماعه للاسف العربيه بس الكاوتشات ورا العربيه اديتني تنبيه ان الكاوتشين اللي ورا درجه حرارتهم عاليه، فانا بصراحه خفت اكمل عليهم لان العربيه لسه معايا جديد فما اعرفش اتظبط ايه. فهتصل على ابو علي اقول له ده عادي ولا لا، بس ان شاء الله مش هيحصل حاجه. يا معلم اكرم، منور يا معلم اكرم، مش عايز تروح تبلبط؟ محمود هقول لك عليها. عارفه هي احنا بص بره درجه الحراره عامله ازاي، مش حال جوه بقى. ادعي لي التكييف. طب والله العظيم لا، هو اصلا الكاوتش مع الحركه بيسخن. ايوه لا درجه الحراره عاليه قوي بره. يلا الصخر طالع علينا. استني بقى اما ابص كده على درجه الحراره اشوفها مظبوطه ولا لا. ده انت ايه رايتن في التكييف على بالك؟ ماشي. عشان احبك واريدك، عشان احبك واريدك اقول لك على الرحله. بصراحه انا اللي واقف مش هي اللي واقف. جامد. تعال بص، هتسيبها بس الكاوتش يبرد شويه ونمشي. انت بتعمل ايه؟ بتعمل بيبي؟ انت بتعمل بيبي يا اسطى؟ والله شكلك بتعمل بيبي يا راجل. بس كويس ان احنا وقفنا في حته ضله. يلا بينا، يلا زمانا شويه كده نقعد جوه في العربيه وبعد كده نخرج. يلا الكاب. احنا كنا كافين من العجله اللي ورا، العجله اللي قدام هي اللي فرقعت الحمد لله. الراجل بقى يعملها اما نشوف، ربنا يستر. احلها لك؟ ها؟ احلها؟ منورين. شكلكم كبتوا في الشارع النهارده. منورين. امك راح تجيب ميه؟ منورين. ايه؟ يلا يا حاجة، يلا يا حاجة، يومك طويل النهارده. فك بقى ونوصل بالسلامة بقى، ادعوا لنا. وانت عندك الانتريه حتتين، حته هنا وحته هنا ولا؟ ركنه وانتريه. ده انتريه ودي ركنه؟ جميل. يا سيدي. ما حدش بيعرف يزغرط للاسف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مبروك يا عريس. مبروك يا شريف، ربنا يجعلها مبارك عليك يا رب. بسم الله ما شاء الله. أهم حاجة في الموضوع كله. ماشي. على فكرة يا ماشي في حدش بيحبك يا ماشي، ما بيزغرطوش يا ماشي. تعالي شوف ابنك بيعمل ايه. اوعى اوعى. جميلة. بسم الله ما شاء الله. عقبال شايلك يا اكرم، حط لك يا اكرم. جميل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعلها لك مبروكة يا رب يا مشرف.